تتعلم على ذكر. هذه القافلة متكونة من أكثر من 300 طن من مواد غذائية متوجهة إلى مدينة البليدة، وتمت هذه العملية من طرف التجار والصناعيين وفلاحين لولاية معسكر لإخوانهم سكان مدينة البليدة. يشارك صاحب السوق للجملة الخضر والفواكه لبلدية غنيف في القافلة التضامنية المنطلقة من ولاية معسكر باتجاه إخواننا في ولاية البليدة، وإن شاء الله يا ربي يرفع عنا هذا البلاء. تحت إشراف سيد ولي الولاية نظمت ولاية معسكر قافلة من معونة موجهة لسكان ولاية بليدة، وهذه المعونة تتكون من خضر وسلع فارينة زيت وزمين، وهذا بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية لولاية معسكر وغرفة التجارية. باسم سكان ولاية معسكر نوجه هذه الإعانة لإخواننا في البليدة تضامنا منا، ندعو الله سبحانه عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء، وإن شاء الله رمضان مبارك وبادرة خير إن شاء الله. مثلت في زوج مقطورات من نوع فانتوم، واحدة درنا فيها 22 باريطة تاع ما سعيدة، والمقطورة الزوجة فيها 130 قنطار بطاطا وفيها 50 قنطار فرينة. هذه القافلة تعبيرا منا ومن سكان كافة ولاية معسكر على تضامنها وإحساسها الأخوي مع إخواننا في ولاية بليدة بهذه القافلة التي شاركت فيها العديد من القطاعات والمحسنين.